اللي بيحصل في التعليم العام من تخريب اللي كان لابد أن يطال جامعة الأزهر، وده كان رأي الحكومة، قالت لك ما يطبق بالتربية والتعليم هيطبق على الأزهر. سيبك من سميرة توفيق، أهو هذا العام سيتم تطبيقه على المعاهد الأزهرية، يعني والله ما هنسيب أي خرم في البلد دي. ونطال بيك العمر إن شاء الله هتشوفوا أجيال طالعة مش عارفة مصر دي فين، ومش عارفة حدودها فين، ومش عارفة سواحلها، ولا عارفين ليبيا دي فين والسودان فين، بعيدة قريبة. آخر معلوماتهم هتكون حفلات الساحل الشمالي. أنا مش متشائم، بس سجل عليك الكلام اللي بقوله ده، لأن ده نتيجة طبيعية، لأنه تقريبا هيلغوا الجغرافيا. تقريبا أهو إلغاء تدريس الجغرافيا لأولى ثانوي أزهري، والفرنساوي مادة نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع. يا ضياع وقت. قرار زي كده لازم يتاخذ ويتنفذ في أسوأ فترة مرت على تاريخ مصر، لأنهم مش عايزين حد يدرس جغرافيا ولا تاريخ. دي مصيبة، لأنك في الجغرافيا مش بس بتعرف يعني ايه هضبة وتل ويعني ايه جبل والكلام الفارغ ده، ويعني ايه خليج ويعني ايه وادي وكده، لا انت هتعرف حدود بلدك وتاريخها، تعرف تاريخها. مش هدرس جغرافيا عشان ما تعرفش أراضي البلد السيسي بيبيعها ازاي لإخواننا في الخليج، زي ما قال مصطفى مدبولي نائب الرئيس، بقى بيجهزوا 5 مناطق جديدة على ساحل البحر، من بينها رأس بناس بهدف جذب استثمارات. ما هو كل حاجة اسمها استثمار دلوقتي. 5 مناطق جديدة. مرة أنا زمان كنت أنا وصديق ليا الله يمسيه بخير، بقى ما عدناش أصدقاء، كنا في رحلة من الغردقة إلى شلاتين تبع المعونة الأمريكية، يعني ما هو أنت المنطقة دي ما تعرفش تخشها أصلا، يعني من بعد رأس، من بعد مرسى عالم كده ما تعرفش تعدي خال حماطة بقى، والحتت دي صعب، وعرب صالح صعب، لأنك بتخش تلاقي جيوش مدججة بالأسلحة ويسألوك أنت جاي ليه. إذا ما كانش عندك ورق رسمي أنك ساكن في المنطقة دي أو مدرس فيها يرجعوك. فأنت في المنطقة دي كان في حتة اسمها محمية وادي الجمال، وإحنا معديين الراجل قال لنا إيه محمية وادي الجمال دي تحب تخشوها؟ وقلنا له يا ريت، فرحناها. والراجل قال لنا بمنتهى الثقة كده، ده اشتراها جمال مبارك صاحبي. قال لي اه طبعا. قلت له اه طبعا، ايه انت مصدق؟ ايه يا عم فين اللوحة اللي بتقول جمال مبارك اشترى القصة دي؟ فالراجل كان من اهل المنطقة، قال لي ازاي بقول لك كده، انا من المنطقة دي بقول لك المحمية دي اشتراها جمال مبارك، محمية طبيعية يعني اسمها وادي الجمال، هي على الخريطة طلعها دلوقتي هو. ونزلتها انا اتمشيت فيها، لان ممنوع تخشها بعربية عشان دي محمية طبيعية. وادي الجمال اهي دي حاجة سبحان من صور وابدع. 5 مناطق في المنطقة دي عايزين تبعوها. الناس بعد كلام عم مبلولي طلعت تقول على السوشيال ميديا ان اللي بيحصل ده خيانة. انتوا لسه واخدين بالكم؟ وان السيسي كل ما بيتزنق بيبيع، لسه واخد بالك؟ وفي الاخر المواطن ما بيشوفش غير الغلا، زي ما هنشوف في التغريدات دي بقى. تبيعوا راس الحكمة او حتى راس جميلة وبعدها راس بناس، كل ده ملوش لازمة. هي راس واحدة لو غارت في مصر كلها ترتاح وتحافظ على بقية الرؤوس والمواني والجزر. فين الجيش بتاعنا من بيع مصر علني؟ الجيش اتباع حمادة، حمادة حما حما، الجيش اتباع حمادة. اللي بعده دكتور مصطفى جويش، تاريخ وجغرافيا كان الاول واضح حين قال ان ارى رؤوس قد اينعت وحان اوان قطفها، لكن الاخر كان ماكر فقال ارفع راسك يا اخي فقد مضى رمز الطغيان. ارفع رفع اخاه راسه فقطعها، وجاء الثالث فقطعها وسوقها وباعها بثمن بخس الاقرب مشتري. مصطفى بيقول انتوا بعتوا تيران وصنافير وحقول الغاز وراس الحكمه وراس جميله وكمان راس بناس، وبعد ده كله ما شفناش منكم غير الخراب والصب في المصلحه. المواطن الغلبان، روح يا شيخ اشوفك متعلق على بوابه صدى البلد قريب ان شاء الله. كل ما يتزنق هيبيع راس، طب وبعدين؟ والاهم هم عملوا ايه؟ ضيعوا فيها الفلوس دي كلها، والفلوس بتروح فين؟ دي رانيا. رانيا اللي بتسال. كشكش بيه بيقول احنا خلاص ابتدينا سياسه الارض المحروقه، بيع اي شيء وكل شيء بحيث يبقى، دمرنا الحاضر والمستقبل والاجيال الجديده ما تلاقيش شيء تمتلكه.
مدبولي طلع يقول ان السعوديه هتضخ في مصر فلوس كتيره جدا، ودي مقدمه لحاجات كتيره لسه هتتباع. الخبر اهو، مدبولي نتحدث عن مع السعوديه على مشروعات ما بين 10 ل 15 كذاب. يا خيشه كذاب قوي، انا كنت فاكرك فهلاوي. مدبولي اللي قاعد قدام محمد بن سلمان قاعد ذليل راح يتسول منه زي اللي مشغله بالظبط. بص القعده، شايف القعده؟ شايف؟ ودي قعده الانسه المحترمه او الست المحترمه، لازم تقعدي تضم رجليكي كده وتميلي كتفك لقدام، دي قعده الاتيكيت. شوف محمد بن سلمان قاعد قعده ايه؟ الذكر في العشه، وده قاعد قعده الفرخه في العشه. شوف النبي الله يخليك، ماما بتسلم عليك وبتقول لك والنبي بتحبك. والنبي ماما بتموت فيك وبتدعي لك على فكره. ماما بقول لك ايه، ما تخليني امشي بقى. انا حاسس انه بيقول له كده. عايز اروح الحمام. والنبي الله يخليك. النبي ده انا قاعد مبلول. مش مدبولي. الناس علقها، اذا كان رئيسك بيعمل كده اتفضل اهو. ادي رئيسه قاعد اهو. عادي يعني. الناس علقت على الاعداد دي يا حضرات، والناس عرفت دلوقتي ان هم شحاتين. من اعتاد على التذلل امام الحاكم العسكري لا يصلح كرجل سياسه او رجل دوله. هذه جلسه موظف مستجد. موظف مستجد امام مديره يطلب منه منحه علاوه لان المدام خلفت عيل، وليست جلسه رئيس وزراء يمثل بلد ذات حضاره 7000 سنه. انسان تافه مثله مثل من وظفه، وجلسته كلها ذل واستجداء. يا راجل عفو الله، ده انت عملت راجل برضه. ولا والله لم اصدق عيني عندما رايت هذه الصوره المخزيه لمصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري وهو جالس في وضع اقل ما يوصف بانه وضع الذليل امام ولي العهد السعودي، والذي كان في مدبولي يعتذر بالنيابه عن الحكومه المصريه عن نقل البيروقراطيه للسعوديه. هل عندك تعليق على هذا المشهد؟ لا ما عنديش. هو مدبولي قاعد كده ليه؟ ايه يا إما؟ تعرفيش؟ افتونا يا شباب. ما تعرفيش يا إما؟ هما مش عايزينك تدرس جغرافيا عشان ما تعرفش ان السيسي بيسلم البلد للسعودية وللإمارات وبيبيعها حتة حتة. حتى المصانع بتاعت البلد بيبيعها عليهم. واللي وصلت لأكتر من 5 مصانع وشركات رصدتهم منصة ما تصدقش في الجراف ده. أهو موبوكو، أبو إيه الأسمدة، الإسكندرية لدول الحيويات. ايه دي؟ اي في اي فاينانس، وبعدين شركه بي تك. وشوف الفلوس قد ايه؟ يا رخص الفلوس والله العظيم. يا ابو ايه الاسمده ب 382 مليون دولار؟ يا رخص الفلوس والله العظيم. الاسكندريه للحاويات والبضائع ب 157؟ يا رخص الفلوس والله العظيم. رخصنا في كل حاجه. السعودية اللي بتشتري من السيسي الأراضي والشركات والمصانع طلبت إنها تحسن استثماراتها زي ما قلت لك هنا بقوانين، وطبعاً الذكر ما يقدرش يرفض، وقال لهم بنفسه ما تقلقوش ما تقلقوش. صحيح مصر، كيف تحسن الحكومة المصرية للاستثمارات السعودية ضمانات على استقرار سعر العملة وتسليم أراضي المشروعات السياحية بدون أزمات مع سكانها؟ السعودية لسه هتشتري من السيسي كتير جداً، وقلت لك قبل كده إن ليهم مندوب مبيعات في مصر اسمه عمرو أديب. فاكر عمرو قال لك مش هيعدل الميلة إلا البيع. عمرو بيروج طبعًا للسعودية. وأنا سبق وقلت لك هنا إنهم بيرخصوا ويفطسوا شركة مصر للطيران عشان يبيعوها للسعودية. فاكر الحلقة دي في 25 ديسمبر؟ عمرو ما سابناش كده قدام الحل. قال لك نبيع. ماشي نبيع ايه؟ ما الحكومه بتبيع. لا، عمرو حاطط عينه على الوزه، البطه، الخروف اللي مليان لحم. عمرو بيشتغل مندوب مبيعات او يعني دلاله للصندوق السعودي، السعودي الصندوق السيادي السعودي. الكفيل بتاعه موصي عليه. على ايه بقى؟ اسمع عمرو عايز مصر تبيع ايه؟ عايز يعمل حق بصراحه. حد تزعلوا لما بقول الكلام ده. بيعوا جزء منها. بيعوا جزء من مصر للطيران، هاتوا فلوس استثمروا كبروا. بيعوا ايه؟
جزء من مصر الطيران. طب نبيعها ازاي؟ نخربها. عملية تخريب مصر الطيران شغالة على آخرها عشان نسلمها للزبون. تخيل أنت عمرك سمعت عن عطل في أجهزة التكييف في طيارة والركاب جالهم اختناق؟ ودي مش أول مرة تحصل، وبتنتشر فيديوهات كتيرة جدا يجيب لك الكراسي وهي بايظة ويجيب لك مش عارف إيه. أهو فيديو زي ده كده، اتفرج. احنا مش واثقين دلوقتي في الناس اللي في الطياره. تمام، مش واثقين. ايوه اللي بيحصل ده، الناس بتموت منك اهو، قبل لسه ما نطلع. اقبلوا اعتذار انا يا جماعه عن اي سوء تصرف حصل، وعايزين نحل المشكله. عايزين نحل المشكله. انا عدوك. تمام يا فندم، حضرتك هم بتجيبوا بس على المكان. انا بس عاجبني في الفيديو حاجة واحدة بس، الاولاني طبعا انا مع الناس اللي هي اتخانقت وبتاع، لكن الاولاني هات الفيديو الاولاني، كمل سيبك من الخناقة، ما تعملش صوت، كمل تعملش صوت خالص، تعملش صوت، هقول لك ليه ما تعملش صوت، كمل عادي جدا عادي يا عم، كمل ما تقلقش، يعني العب لحد ما نقف، ما تخاف، بس ما تعملش صوت والنبي الله يخليك، كمل. بس الراجل ده عجبني جدا، الراجل ده يا جماعة عجبني جدا. أنا أسمع إن في ناس بتطلع بلبس مريح الطيران عشان الرحلات الطويلة، فتلبس تريننج سوت، تلبس حاجات فضفاضة عشان هيقعد بقى والكرسي بيبقى زنقة قوي كده. إنما الراجل وصل لمرحلة إنه قلع، مش لبس، قلع. هو رايح الحمام مثلا هياخد دوش؟ الراجل وصل لمرحلة هو باقي البوكسر. إيه بقى؟ أول مرة أشوف المشهد ده في حياتي. أنا شفت في الطيران، يعني الواحد سافر كتير، أنا شفت مرة ست جت جنبي كده وعلى أربع كراسي اللي في النص وراحت نايمة، مدام محترمة راحت جاية كده في الأربع كراسي اللي في النص دول وراحت ضاربة نومة، تمام جدا، بس لابسة لبسها يا دوب كده، جابت طرحة كده وحاجة وغطت نفسها بس، وقضت الرحلة كلها، صحوها كلت وراحت نايمة تاني. شفت حاجات كتير جدا، انما اول مره اشوف المشهد ده. فانيلا بحمالات، تخيل هي وصلت لكده. لا 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 لا، ده كتير عليا جدا. احنا بعد كده هنشوف ناس نايمه في الرف بتاع الشنط دي زي القطر بتاع مصر، ناس نايمه بالعرض. ايه الجو ده يا جماعه؟ هنا احنا بقى سيبك من الهزار، بنسال سؤال بريء، هل أزمات مصر الطيران دي مقصودة؟ لأن الفيديوهات بتنتشر جدا عن رداءة رحلات مصر الطيران، هل دي مقدمة لطرحها أو طرح جزء منها للبيع زي ما قال عمرو أديب؟ ويا ترى لو تم الطرح ده بكام ومين هيشيل؟ هل دي ضمن ال 15 مليار اللي اتكلم عنه وعن مبلولي بتوع السعودية اللي قالك إن هتضخ 15 ما بين 10 و 15 مليار في مصر؟ عرفت ليه في النهاية إنك أنت مفروض ما تدريتش جغرافيا؟ لأنك لو درست جغرافيا هتعرف إن السيسي فرط في تيران وصنافير ببلاش، لدرجة إن الملك سلمان رفض ينزل من الطيارة قبل ما يسلموه الصك، وده كلام إحنا ما قلناهوش، ده قاله سيء الذكر مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين قبل ما يموت في الفيديو ده. إنهم لما أصروا على إن موضوع الجزيرتين يتم قبل هبوط طائرة الملك سلمان، رغم إن الناس ما كانتش خلصت. أيوه. اكراما لسلمان، ايوه، واكراما لزيارته لمصر، ايوه، وقعت الاتفاق، واحنا مش متاخرين في تسليم الجزيرتين. طيب يا حضرات، مفيش جغرافيا يعني مفيش حدود، مفيش وجود، ويعني تنسى حدودك